لطالما كان تمكين المرأة المصرية وتحقيق تكافؤ الفرص هدفا استراتيجيا للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أيضا ركيزة أساسية من ركائز خطتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030. الآن الكلمة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فلتتفضل معاليها. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية، سيدات مصر العظيمات، السيدات والسادة الحضور الكريم، في هذا اليوم يسعدني أن أبعث ببرقية حب وتحية لكل الأمهات. كل عام وكل أم مصرية بخير وسعادة، كل عام ومصرنا الحبيبة في أمان وتقدم وازدهار. الحضور الكريم، قبل أكثر من 800 عام قال ابن رشد أن المرأة قادرة على ممارسة أعمال الحرب وأعمال السلم معا. قالها في حقبة كانت تعاني فيها المرأة من التهميش، إلا أن ابن رشد كان لديه قدرة على قراءة المستقبل وثقة كبيرة وإيمان شديد بقدرات المرأة وإمكانياتها، حيث أصبحت هذه المقولة حقيقة دامغة على أرض الواقع. فها نحن نرى الآن ما تحققه المرأة من نجاحات وإنجازات في جميع المجالات. تأتي المرأة المصرية دائماً في الطليعة، فهي طالما كانت السند وقت الشدائد والأزمات والشريك الفاعل في صنع السلام، وهي استطاعت بجلد يحفزه طاقات كامنة غير محدودة وهبها الله لها أن تتحمل المسؤولية، فلم يعد هناك مجال بعيد عن مشاركة المرأة المصرية. هي المعلمة والطبيبة والوزيرة والقاضية ونائبة الشعب ورائدة الأعمال وغيرها الكثير والكثير في كافة المجالات. لذلك لا نتردد في القول إننا نعيش اليوم أزهى عصورها، ويعود الفضل إلى السيد رئيس الجمهورية الذي أولى دعم المرأة وتمكينها اهتماما خاصا منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية الحكم، لإيمانه القوي وثقته الكبيرة في قدرتها وصبرها وجلدها في جميع الأزمات. فهي كانت دائماً وما زالت أهل لهذه الثقة. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن الحديث عن ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى فكرة ومفهوم المساواة بين الجنسين، إنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من طاقات الإنتاجية والإبداعية التي وهبها الله للمرأة وما تحققه من قيمة مضافة تسهم في النمو الشامل والمستدام. وتأكيداً لذلك أثبتت جميع الدراسات أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي في جميع دول العالم. وتعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها على إنفاذ الدستور فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية للمرأة وما يلزمه ذلك من تهيئة البيئة المجتمعية التي تساعد المرأة على ممارسة تلك الحقوق، سواء ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة من جهة وتطوير البنية التشريعية الداعمة لذلك من جهة أخرى، إلى جانب النهوض بالوعي الجمعي باعتباره المعركة الأشد في مواجهة الأفكار المغلوطة المرتبطة بدور المرأة في المجتمع. وتحقيقاً لذلك تمثل قضايا المرأة وجهود تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً نقطة التقاء مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة المصرية 2030 وجميع برامجها التنموية. فالاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلاً في التوجه التنموي للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، والذي يهدف إلى دمج البعد الاجتماعي في جميع الخطط التنموية للدولة المصرية. كذلك تعمل الدولة على دعم المرأة وتمكينها من خلال العديد من المشروعات والمبادرات، أذكر منها على سبيل الحصر: المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، حيث يساهم هذا المشروع في تحسين جودة الحياة لنحو 34 مليون سيدة، لما يوفره من خدمات الصحة الجيدة والسكن اللائق وفرص العمل.
كذلك يأتي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقته الدولة منذ أيام بتشريف السيد رئيس الجمهورية ليعزز جهود تحسين وضع المرأة. فمحاور هذا المشروع التنموي تمثل جميعها روافد تصب في الهدف الأسمى الذي تضعه الدولة نصب أعينها، وهو الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، وفي القلب منها المرأة عماد هذه الأسرة وحارسها الأمين. لذلك جاءت المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال تدريب على ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل لأكثر من 1,000,000 سيدة، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن صحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية. السيدات والسادة الحضور الكريم، لم تتوقف جهود الدولة المصرية واهتمامها بقضايا المرأة عند ذلك، بل تم تنفيذ حزمة كبيرة من البرامج والمبادرات للعمل على الاستثمار في قدرات المرأة المصرية وتأهلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتبوأ المناصب القيادية، حيث تم تدريب أكثر من 4,000 سيدة من 12 محافظة في برنامج القيادات النسائية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة ميزوري الأمريكية. ويستهدف البرنامج تغطية جميع المحافظات مع نهاية هذا العام، بالإضافة إلى أكثر من 7,000 سيدة تم تدريبها في برامج تدريبية متنوعة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب على القيادة. ومساهمة في تعزيز توجه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، تم تدريب أكثر من 380 سيدة قيادية من 45 دولة أفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية. وتنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في الاحتفال بيوم المرأة العام الماضي، تم إعداد وإطلاق برنامج لتعزيز وصول المرأة للقيادة بالتعاون وشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وأيضاً بالشراكة مع مركز تورين الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. ولأن تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين هو أحد التحديات لزيادة فرص تمكين المرأة وأيضاً لإمكانية مشاركتها في وظائف المستقبل، تكثف الدولة جهودها لتنفيذ برامج التدريب للسيدات والفتيات في مجالات التكنولوجيا والرقمنة من خلال المبادرة هي المستقبل الرقمي، التي تستهدف في المرحلة الأولى السيدات في الوزارات والجهات الحكومية، ونستهدف تدريب أكثر من 8,000 سيدة بنهاية هذا العام. وكأحد ثمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات في الجهات الحكومية، بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة والتي يتم تنظيمها برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية نحو 30% من إجمالي الفائزين. وتقديراً لدور المرأة وسعيها لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكينها، نستأذن سيادة الرئيس، بستأذن حضرتك يا فندم، في أن نعلن اليوم عن جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي. وتوافقاً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً آخر تبعه قرار للبنك المركزي المصري بوجوب تمثيل 2 من الكوادر النسائية على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في الأنشطة غير المصرفية وفي مجالس إدارات البنوك والمؤسسات المصرفية. وكثمار لذلك ارتفع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقارب من 1,000 شركة ومؤسسة مصرفية من 13% في عام 2020 إلى 16.7% في عام 2021. والحقيقة احنا إذا استمرينا بهذا المعدل بإذن الله هنتخطى المعدلات الدولية ونصل إلى 30% في عام 2025. قد تكلل كل ذلك بتوجيه من السيد الرئيس بالاستعانة في المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، وذلك تأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، حيث صدر في يونيو 2021 القرار التاريخي بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة. كذلك شهدنا خلال العام الماضي المنقضي ولأول مرة تولي امرأة منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السيدة السفيرة مشيرة خطاب. سيدات والسادة الحضور الكريم، بالتأكيد كان هناك ثمار لهذه الجهود والخطط المتواصلة في تحسن ترتيب مصر في جميع المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة. تحسن وضع مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة وفي مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2021.
تحسننا 55 درجة، جاءت مصر في المرتبة 79 في عام 21 مقارنة بالمرتبة 134 في عام 2014. وكذلك بفضل جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي ارتفعت نسبة السيدات التي لديهم حسابات بنكية نحو 16 مليون سيدة، أي بزيادة 163% بين عامي 2016 و 2021. السيدات والسادة الحضور الكريم، إنجازات كبيرة وتحسن واضح في جميع المؤشرات المحلية والدولية تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة بدعم كبير من القيادة السياسية لتحسين وضع المرأة المصرية وتعزيز مكانتها كشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة. ختاماً أسمحوا لي أن أؤكد أن شهر مارس من كل عام ربما ينتظره العالم للاحتفاء بالمرأة، ولكنني أستطيع أن أقول الآن وبكل ثقة إن احتفاء مصر بالمرأة أصبح في كل أشهر العام احتفاء تجسده إنجازات ومكتسبات جديدة تضاف لسجل إنصاف المرأة وتقديرها، يمثل كل منها درة جديدة في سلسلة الوصل والعرفان من وطن عزيز تمثل المرأة دائماً قلبه النابض التي تبادل هذا الوصل عطاء يتجلى كل يوم، فهي الأم والأخت والزوجة والمعلمة والطبيبة، وهي قبل كل ذلك وفوقه هي أم البطل والشهيد. أشكركم وجدد تهنئتي لكل أمهات مصر، كل عام وأنتن بخير ومصرنا العزيزة دائما في تقدم وازدهار. السلام عليكم ورحمة الله.